مئات الباحثين والمخترعين السوريين قدموا أعمالهم في معرض الماسل للإبداع والاختراع ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. أعمال ركزت على التقنيات الصحية والطاقات المتجددة والتقنيات البيئية. ظروف الحرب ألقت بثقلها على إبداعات المشاركين، أعمال تتصل بعمل الأطراف السفلية والعلوية وبعربات التنقل، وأخرى علاجية أبرزها ضمادات ذكية بتقنية النانو لعلاج جروح السكري وتقرحاته والحروق الشديدة. نوع من الضماد مكون من ألياف النانو عم نحاكي فيها ومنستنسق الخيوط اللي عم تشكلها خيوط العنكبوت ودود القز، ولكن في الواقع هذه الخيوط هي أمتن وأقوى من الخيوط العنكبوت وأصغر ب 80,000 مرة تقريبا، يعني أصغر من شعرة الإنسان 100,000 مرة. التصميم هو عبارة عن عضلة صناعية تحاكي عضلة الإنسان بشكل عام، يعني عملية الانقباض والتقلص والانبساط نفس عضلة الإنسان. فهي العملية عم نحاكيها من خلال دارة هواء مضغوط صغيرة بتنحط جوات الطرف الصناعي. مشاريع أخرى قدمها المتخرجون في كلية الهندسة والطلبة في جامعات دمشق وطرطوس والبعث واتحاد الشبيبة السورية. الحاجة التي فرضتها الحرب حركت طاقات مبدعة. نموذج حفارة نفطية مصغرة، هذا المشروع يهدف هو نموذج تعليمي تدريبي لخريجين هندسة البترول. مئات الاختراعات لاقت اهتماما كبيرا من الزوار والمستثمرين، أكثر من 10,000 زائر يوميا يطلعون على تلك الإبداعات، وهناك جهود حكومية لتحويلها إلى مشاريع للتطبيق. سوف تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية الملكية بالذات بصلة الوصل بين المبدع والمخترع والمستثمر، فسوف نوجد نسعى لإيجاد مستثمرين للمبتكرين والمخترعين من أجل تسويق هذه الاختراعات. نماذج بديعة لإنارة قرية صغيرة بالطاقة الشمسية، ولسيارة تسير بالطاقة عينها، ولأدوية لعلاج الديسك، وغيرها الكثير من الاختراعات في زوايا المعرض. محمد الخضر من معرض الباسل للاختراع والإبداع بدمشق، الميادين.